امرأة تعاني وتشتكي من الرجال في الأسانسير. هبة قالت لزوجها صدمتني سيارة. يا مرحبا وسهلا فيكم في برنامجكم مين مكسر السوشيال ميديا، معاكم المحقق عبد المحسن اللافي. تبغون تعرفون مين كسر السوشيال ميديا هذا الأسبوع؟ ابشروا. في وحدة ينادونها لولو، انتشر لها مقطع وهي تتكلم عن قضية مهمة تخص المرأة. ليش لما أكون بالأسانسير فريق كرة قدم يدش معاي؟ ليش؟ يعني انتوا لما تشوفون بنت بالاسانسير استأذن يا اخي، قول لها ممكن ادش، راح تقول لك ممكن، انا ما راح اقول لك لا تدش، تفضل حياك الله. تعريف الانفصام. ان الانفصام اضطراب عقلي شديد يفسر فيه الاشخاص الواقع بشكل غير طبيعي. ليش لما اكون بالاسانسير فريق كرة قدم يدش معاي؟ ليش؟ اعراض الانفصام: الهلاوس، الاوهام الذهنية، عدم ترابط الكلام، السلوك المضطرب، الانتقال من فكرة إلى أخرى. استأذن يا أخي، قول لها ممكن أدش، راح تقول لك ممكن، أنا ما راح أقول لك لا تدش، تفضل حياك الله. ليش لما أكون بالأسانسير فريق كرة قدم يدش معاي؟ ليش؟ يعني أنتوا لما تشوفون بنت بالأسانسير استأذن يا أخي، قول لها ممكن أدش. فيصل اطلع، ممكن ندش؟ راح تقول لك ممكن، أنا ما راح أقول لك لا تدش، تفضل حياك الله. في واحدة اسمها هبة اليوسف انتشر لها مقطع وهي تفاجئ زوجها بيوم ميلاده. قالت له صدمني واحد وهرب، تعال شوف السيارة. وهنا كانت المفاجأة. الله على الحب مو بإحنا. تحسبون الموضوع وقف إلى هنا؟ لا طبعا، لسه في هدية ثانية. ما في شيء غالي عليك. طبعا البنات الحين مرة مستكيتين المقطع، مرة كيوت. حنا العيال نشوف شيء ثاني انتم ما تشوفونه. تحسبون زوجها مبسوط الحين؟ تحسبونه مبسوط؟ لا طبعا، ترى جالس يعاني. ما هو عارف انه الحين هو مضطر يجيب لها شيء احسن من اللي هي جابته. هارد لك حبيبي. نصيحة، ابدأ خطط من الحين ليوم ميلادها الجاي. هي سوت يوم ميلادك بالسيارة، ها؟ بسيطة، انت حاول تجيب هليكوبتر. حاسس انك غلبان مخنوق محتاج؟ الان احصل على قرض بدون فوائد في بنك التسليف. يا اهل الخير، عندنا حالة انسانية في فرجت فزعتكم يا النشامة، خلينا نقفلها. عاد انت بعد حاول انك تبيع كليتك. اخوي كلنا حاسين فيك. يقولك الشاعر: أضحك وفي داخلي نار لكني أخفيت المواجهة. وهذه كانت أخبار المشاهير والسوشيال ميديا. لا تنسون تشتركون في برنامجنا وتفعلون التنبيهات وتسوون فولو لسماشي، ونشوفكم كالعادة كل اثنين وخميس الساعة 9 بتوقيت السعودية.